الدنيا تلزينا غير كسات علينا الظروف وبنات ملهوف اتبعنا وتشرينا والقلوب كي طعمة ما عاد تشوف وبنات ملهوف يا دنيا يسينا حنن القلب علينا وروف كان تعمل معروف يزي ما قسينا غير نشوفوا الايام السينا خبينا الدمعة في تبسيمة وقلنا غدوة يجينا نهار جديد قلنا غدوة عيد وتفرح اللميمة وغدوة مستقبلنا مش بعيد وما تتبدل بيد والفقر مش جريمة حكمتوا علينا من بعيد رميتونا ورا الحديد والدمعة في عينينا يا مو يا مليالي في الظلمة بقينا يا دنيا يزينا يزي مقاسينا يا دنيا تلزينا ما يتلم علينا ربي الحاكم فيك وفينا يا ما بالرجل مشينا ولد غمرة غارب ومغلوب مش لي معبي جيوب نكرهنا تحبينا يا ما ثابت فينا قلوب وذوبنا قلوب والحاضر ما فينا والمستقبل ما يخبي العيوب غير يا بنادم توب وما يتلام علينا ربي وحده هو الحاكم فيك وفينا يا دنيا تلزينا والقلوب كي طعمة ما عاد تشوف خبينا دمعة في تبسيمة كيف كسات علينا الظروف يا دنيا يزينا وما يتلام علينا ربي وحده هو الحاكم فيك وفينا رجيب تفر ما تنجمش علاش ما تنجمش؟ هاد هالعائلة استبناتو ما تنجمش راجل على خاطر عادت والدك نحبك تزرب شوية في القضية نحب نسكر دوسي مع روحي ومع أمي قاعد نحضر في مشروع في السبور والفلوس منين؟ ولا ما عملها المدخول باش يجيك مشيش تحسب حسبك تاع القرع خلينا نشوف أمورنا برا كلمنا سي شريف خلينا نتموك المشروع فرصة كيما هكا ما عادش جينا راه اسمع اسمع أنت قاعد تكركر فيه تجا من الآخر دار حسابك حاسين رواحهم كلي زايدين عليا نجمة زايدين عليك نجمة وشعار كي يكبروا يعرف لا تجيبوش باش تقولوا ما عنده علاش يعرف انا عملت هذا الكل باش عمره ما يعرف له ولد حرام اليوم عندنا زميل في اجونس اخرى عنده واحد من اولاده طلع مش من سلطه دغرها بسكينه قتلها يقتلها امس انت كان جا راجل بالحق يزيد يروج على البو يدخل شريت فيلمه جديده لبابا باش نمشيو نعديو فيها الويكاند حابك تمشي معنا مش خايب راه كيفاش؟ سارق كراه وقدمك في 10 ملايين تقول لي ماهوش خايب؟ خمسة متاع الشيء باش نستناك في الجنة اللي عند دارك ما نجمش نجي انت ما تنجمش تجي اما انا باش نستناك ما نعرسوش باش تكتب لي في دار باسمي هذا كان ما نعرسوش معناها باش نخسرك انت تهمني في الدار انا هيجي شريف يسهر أنا حيطب بلاص يا مدام شريف مريض بالحق أنت مازلت قابل فيه شريف أخوك مريض شوف لي شوف لي وقت الكلام هذا شو تعمل هون؟ نخدم على روح؟ تكلم شو تعمل؟ ما نوعدت سي رفيق باش نسقس عليك فماشي نلقى حاجة ونهزيله في طبق ما لقيت شي حاجة أبار بنيتك مش صحيحة زدت ما لقيت شي تحبش نزيدك البتروان متاعي؟ عليها مصغة هي فيها هي اختانة من البتروان خلينا في البنية متاعك تعرف انه هيك عنا برشا زهر كيفاش؟ انا بخلت برشا وعرفت برشا بنات في حياتي
أما بنيت نضاف كي الناس وليليا باش تلقاهم في الوقت ده وسعيد برشا. عزيت ليليا وليتها دار كنت باش نكتبها لها بس ما حبيتش قلت لي بعد العرس. هاي مزلت؟ هاي هاني جاي. كان جات مرة أخرى بالوقت كركرتني البلدية. هاي وانتي تكتب لها دار قبل ما تكتب الصداق؟ أنا ما نكتبش صداق على مرأة ما عنديش فيها ثقة. شو بيوجك تقلب؟ غليت عليك الخبزة؟ نجم تقول صعبت عليه شوي. ليه ما تخافش؟ في ناس ما على باليش لا بفلوس لا بكراهب لا بديار طفلة مهبولة بيك وزيد تزوجوا فقراء يغنيكم الله هكا ولا لا؟ هي صحيح عندك الحق. وانت شنو يعجبك فيها يا ناس؟ أخت. فدليك ماست. وفيت جي توم من الغزلان للباب. ثبت القهوه دي ما يجيها حد يعرفني. وانا منين نعرف شكون اللي يعرفك وشكون اللي ما يعرفكش؟ انا بكل مين نرعش وانت تفدلك. بربي علاش ترعش؟ ليش تحب نبديلك؟ مخطوبه ونقهوج مع خطيب اختي. اسمعني انا راني نحب نشوفك على الاخر. كان مش تولي هكا بالعصب بالسماء. عندك الحق. ما عادش نشوفوا بعضنا خير، ما فهمتش قاعدة نعمل. ريت ما قلت لك فك علينا من القهوة. وأنا قلت لك الاستوديو متاعك ما نمشيلوش. زيد، إيش باش نقول له؟ ما تجاوبوش. ويقول لي شبيك ما جاوبتش. أبعث. وليد كي بنات بودورو. أنا نحب نمشي من هنا. ما فهمتش قاعدة أنا. إش قاولك مش أنا خير من القهوي؟ هاك ما عادش على أعصابك تو. قلت لي باش نمشي للبلاصة ما يعرفنا فيها حتى حد. أنا كان في بالي هكا رانا مشينا للاستوديو ديريكتومون خير. إيه هذا أنا قلت لك شب معاك مهيو. كي بيني شو مشي البحر؟ تفهم واحد نورمال يعوم في الطقس كيما هكا؟ ربي شنو هي الحاجة النورمال اللي عملتها ملي عرفتك؟ في بالك اللي ما كنتش نهضمك جملة واحدة، أنت كنت تظهر لي معدة على الآخر. كي نشوف هنا، كنت تظهر لي معدة على الآخر وما نحملكش. أما ما فهمتش كيفاش وصلنا لهون. يمكن بونية من البنيات اللي كنت في البوكس قلبت لي مخي. وأنت شنو هي اللي صار لك باش تبدلت؟ نعرفش زيد الناس سير شو قلت لي معنا لا تجبد على زياد لا على ايناس ما علاش ما تحب نحكي ما تعرفش تسكت فما خدمة ما فيهاش مشاكل هي تي نعرف فهمتي حاول القى شوية وقت زاد وقت وقت هذيك هاي بنتي جات عسلم عايش لي بنتي اهلا بيك شوف تبارك الله العقاله ورزانه مش كما ناس ينظر لي شكون طالعه واحده ماخذه زياد والاخرى ماخذت لي سارق بتاع كراهب شويه لا تسمعك خد تسمع محسوب يعني في بيتي انا هكيك تقول على بنتك بربي خليني انت صباح ليلي ليش هاي نسألو برا شبي ليش هاي مبروك ليلى مبروك على شنو زيد قال بابا باش يخدم لك دار الله يحفيكم في صحة العسل على قوة جهدكم يبارك فيك يا عايشة حتى انت تشوف تاخذ دار مش دار سمع دار احنا سمعتي نهز عليه التليفون نبعثلك مساجات مفهمش ريحته بالك تليفونه مسكر لا ينقص تلقاه يترينا ولا نسيه في بلاصه حطينا قلت هو الشور مضروب فيه على الاخر اي شور
تو نورمالمون الاولاد يبداو يجريو في جره البنات باش يركشوا معاه. انا وين نخرج معاه لازم معنا شكون ولا في قهوه دايرين بينا العبيد. شو تحبني نقولك؟ منش متقلق، قال لي مادامش نولي مرت وما يحب يعمل شيء قبل العرس. باهي مال يا اخي ما كنتش باش تطلع على صاحب بوكما ينجم يموت الراجل. ما نجمش يموت العام جاي؟ والله لا تحشمها. يا عنده الحق امي كان باش يموت شمهز. زيد فكنا من ريحه الكوبي والسبيطارات. والله تقول لا نعرفكم لا ولدتكم ولا جبتكم ولا ربيتكم. سيزي مفيد هاك تشوف مش مزهره معانا. حتى الراجل كنا معاملين عليها بشب العصابات. العمار بيد ربي، نجم ترزي في واحد فيكم وهو يقعد حي. كيكا حاجه اخرى، كان باش يحيا ما فيها باس نمشيو نطلعوا عليه. ما قصرتش اطلع عليه لخاطر الطمع معناه. شنو هي كفر؟ الراجل مش يودع شمهز. السيد في سراه ينجم يسلكها ويقوم لبس عليه. يا اخي اللي في سراه ما يموتوش. باهي يا خويا كان يقوم ويشلق بينا ما طليناش عليه، ينجموا نمضمضوا على المشروع ونقعدوا ناكلوا في صوابع. اسمع سيدي ابراهيم ما يجي منه العقل. بصبت الحق. ما نفيد برسمك راك ماكش ترونسبيرونت. عسلامة هدي. سلمك حاجك بحاجة؟ جيت نطلع الشريف. خويا ما يحب يشوف حتى حد. شكون؟ حتى حد. قلت لك شكون؟ مرت منصور. ادخل مفيد ادخل. حبيت نطلع عليك وماشية، ما نحبش نقلقك. هادي، روح ارتاح في دارك. أنا مرتاح لهنا. إيه ما يصيرش برا تفقد ولادك. خليك وحدك. مازلت مانيش معاقي. باهي أنا خارج أما تو نرجع من بعد. حقك خليتني نمشي، لا انت لا انا ناقصين مشاكل. فما حتى مشاكل. هاك تحسنت. نحس في روحي خير برشا. تحس في روحك خير؟ سير هو فحكي لي كل شيء، لازمك تعمل هالعملية. كان تحب انت من غدوة نعمل. وين شو مدخلني؟ انت تبارك الله عليك مفيدة ما زلت صغيرة. ما غلقتش 50 سنة وعمرك مازال كله قدام. تجيبش تفهم شي حس واحد كيفي أنا يدور وعزرين بجنبه. تجيبش نخلي أنا ورايا. ما صابك عمرك ما حكيتني على الولد. شبيك ما قلتش لي أنت مريضة. هذيك خليتها آخر كرتوشة. توك عرفت كل شيء. زعما باش تقول لي أنه هو ولدي.